دكتور محمود، احكي لنا عن الكرسي اكتر، يعني من الذاكرة بقى، من الفيلم، من الشغل اللي عملته. يعني توت عنخ آمون كان مبهر وكل مقتنياته كانت مبهرة. توت عنخ آمون كان هيتشهر حتى لو لقينا مثلا مقابر تانية بتاعت ملوك تانية، حتى لو لقينا رمسيس، حتى لو لقينا أمنحتب الثالث، حتى كان برضو توت عنخ آمون هيتشهر، ليه؟ لأنه هو جه في فترة إخناتون. توت عنخ آمون يعني عاش مع أخوه إخناتون، وعاش فكان في فترتين، فترة الأتونية وفترة أمون، ديانة أمون. فالفترة ديت اتسجلت في قوي واختفت، اتسجلت بكل الأعمال اللي فيها فكر إخناتون واتحطت لتوت عنخ آمون، من ضمنها الكرسي. يعني الكرسي ده عليه شعاع الشمس وعليه أتون، يعني الكرسي ده المفروض كان يبقى لإخناتون، كان اتعمل في عصر إخناتون واتعمل بمفهوم إخناتون. ففي حاجات اتعملت في عصر إخناتون، وزي مثلا الألباستر، كل الأواني الرائعة بتاعت الألباستر كانت مفهومها مرتبط بالشمس. أما الشمس تظهر الشكل الملك والملكة يبانوا أو تفتح أو معاني كتير مرتبطة بالشمس. عشان كده معظم نص مقتنيات توت عنخ آمون ما اتعملتش تاني لأي ملك آخر خالص، لأنها كافرة. بمعنى؟ بمعنى إن ديت بتنادي بالأتونية والوحدانية، وإن مفيش إلا إله واحد. فاللي أما رجعت الديانة تاني لآمون، اعتبروا إنه أي شكل من أشكال اللي اتعملت لآتون ما تعملش تاني. وفعلا الألباستر ما اتعملش تاني خالص. أوه. الفخار بتاع المنفوخ واللي عليه زهور موف جميل، اي ريحه من الديانه القديمه ده، ولا شبه خالص. فاحتفظ توت عنخ آمون بالحكايه دي في المقبره بتاعته. كمان كان معظمها هدايا، يعني كل الروائع بتاعت توت عنخ آمون معظمها هدايا، يعني هدايا من اسرته. اما حصلت الوفاه، اللي يديله كرسي، اللي يديله علبه من مثلا العاج، اللي يديله مقلمه، يعني الهدايا بتبقى هدايا للمتوفى. للمتوفى. والهدايا دي كانت قيمتها العاليه جدا انها تمثل افكار الوحدانيه او الاتونيه اللي فيها العلاقات الانسانيه، زي الزوج والزوجه، زي القعده، زي الصيد، زي كل الحاجات دي. فما ظهرتش الا في فتره توت عنخ آمون، واختفت بعد كده، ممنوع تتعمل. احنا كل مفهومنا ان هي مقتنيات قيمه جدا، ان هي كانت سليمه ولم يمسسها اللصوص، انها كانت مقفوله في غرفه سحريه، صح، داخل غرف ودهاليز مموهه، وان هي فضلت الاف السنين مقفوله واتفتحت فجاه. يعني احنا تخيلنا عن المقبره دي اهميتها فيما ذكر، مش في اللي حضرتك قلته، انه دي ما جاش بعدها اصلا. لا، ما جاش نصها، ما جاش بعدها. معظم الحاجات الروائع اللي فيها ما جاش بعدها. يعني الكرسي ده ما اتعملش زيه بعد ولا قبلها. ولا قبلها، يعني لا قبل ولا بعد. فتوت عنخ آمون كان هيبقى مشهور برضه، حتى لو اكتشفنا اعظم ملوك مصر مثلا زي رمسيس، انما توت عنخ آمون هيبقى مميز. ليه؟ لانه حمل معظم اساليب وفن وفكر العمارنه او اخناتون. ليه الكرسي تم اختياره؟ الكرسي ده اول مره يتفك واخر مره. اول مره يتفك بعد الاكتشاف. ده امتى بقى؟ سنه كام؟ ده 83، من 82 كان مفكوك. مين اللي فكه؟ عشان يترمم وعشان يبقى قوي. معلش يعني يعني هو تم اكتشافه على هيئته؟ واتشال واتفكك عشان يترمم. واتفكك في 82 ل 83. وزميلنا الله يرحمه سمير هو اللي كان مسؤول عن ترميمه. ابتدى ان هو بسبب، قلنا 30 قطعة تقريبا، حاجة و30،
كلها متركبة. متركبة كلها، وكلها يعني مع بالتعشيق. القطع كلها يعني متصلة ببعضها بنظام جمالي غير عادي. سوى القعدة فالقعدة مستريحة، سوى الظهر يحمل رسمة رائعة إنسانية ما بين زوج وزوجة، سوى الكوبرات المحيطة بكل هذا الملك اللي بتحميه من أعدائه في ظهره وفي جنبه وفي كل حتة. الـ 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 أيوة يعني الكوبرا دي لحماية الملك يعني طبعا رموز رمزية كلها. إنما هي الكوبرا اللي بتنفس السم أو تبخ السم أي حد يتوفى بعدها على طول. كل حضرتك قلته طبعا مفهوم جدا. الحاجه الوحيده اللي مستغربها انك بتقولي كرسي مريح، يبدو غير مريح على الاطلاق. يعني يعني كرسي كده الجمال فيه اهم من الراحه، معرفش الرسومات ليه بتقول عليه مريح يا دكتور؟ اقول لحضرتك لانه اولا القدمين الاماميين اعلى من القدمين الخلفيين بسنتي ونص حاجه كده. الظهر واخد زاويه قريب من 45 ومسنود واخد التشريح بتاع الظهر، تلاقي فيه كيرف كده بدل الخددية وبدل فهو واخد الزاوية اهي اللي عند الكوبرا. أيوه. دي زاوية 45 اهي. أيوه. ونايم لغاية العدل بتاع الظهر، فهو واخد الراحة بتاعت اللي انا بستند كده. لازم يكون مريح لانه بياخد تفصيل، يعني بيقيس ظهره وبيقيس حجمه ويقيس الحوض ويتعامل زي البنطلون. الفراعنه كانوا بيعملوا كده؟ طبعا. انا افتكرت بيصنع كرسي و لا 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 مش نجار واللي عايز يجي يقعد وياخد. لا معلش لا 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 ده بيتقاس. احنا من زمن اخر لا هو ليه كرسي يقولوا كرسي الملك وهو صغير، كرسي الملك اما كبر شويه، كرسي وهكذا، لانه كان بيتقاس، يعني بيتقاس حجمه ويتعمل على التشريح بتاعه. يعني ده زي اللبس. نقعد ونشوف زي اللبس.